بداية، خص اليوم رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون ضيف الجزائر رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية الشقيقة السيد محمد ولد الشيخ الغزواني باستقبال رسمي ببهو مقر الرئاسة. فبعد تحية العلم، استعرض الرئيس الموريتاني تشكيلة من الحرس الجمهوري أدت له التحية الشرفية. وكان رئيس الجمهورية في استقبال ضيف الجزائر. ليصافح بعدها رئيس الجمهورية الرئيس الموريتاني ويأخذ معه صورة تذكارية للصحافة قبل أن يرافقه إلى مقر رئاسة الجمهورية.